الحملة الأممية 16 يوم من الأكتيفيزم، من نشاط من أجل الحد أو القضاء على العنف المبني على النوع، خاصة العنف ضد النساء وضد الفتيات. هي حملة اللي كتبدأ نهار 25 نوفمبر اللي هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، وكتسالي نهار 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هاد 16 يوم علاش بالضبط؟ ماشي غير فيها فاش كنحاولوا نقضيوا على العنف، ولكن طول السنة كيتم الاشتغال بالنسبة للجمعيات النسائية والجمعيات اللي كتحمل الملف ديال مناهضة العنف المبني على النوع ضد النساء والفتيات. ولكن هاد 16 يوم هي فرصة للتقوية ديال النشاط ديالنا، للتركيز على الموضوع ديال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وفرصة لتوحيد النشاطات ديالنا عبر العالم للتذكير بالخطورة ديال العنف المبني على النوع، خاصة ضد النساء والفتيات. لا كومبان بدات من 1991، من اللي كان لو لونسمون ديال لانستيتو انترناسيونال بور لو ليدرشيب دي فام. الحمله كتدخل فيها جميع الجمعيات النسائيه اللي كتهتم بالموضوع ديال العنف المبني على النوع ضد النساء والفتيات، وكتتم فيها تشبيك وتقوية ديال الأنشطة ديالنا حتى مع الجمعيات ديال حقوق الإنسان بصفة عامة. العنف المبني على النوع في المغرب، وغنتكلم غير على العنف ضد النساء والفتيات في العنف المبني على النوع، هو مجموعه ديال المظاهر ديال العنف اللي متواجده عندنا داخل المجتمع المغربي، واللي حتى من الاحصائيات الرسميه ديال السي بي ديال المندوبيه الساميه للتخطيط ديال لا بريفالونس على العنف، واللي مالوغوزمون ما تمش التجديد ديالو مؤخرا. الاخير اللي عندنا كيعطينا احصائيات اللي هي الاغمونت، كتبين الوضعيه إذا كان غابور رسمي وكيعطينا إحصائيات كتدل على دي بورسنتاج كبار موجودين داخل المجتمع، ما أدرك بالواقع اللي فيه. إحنا يا مثلا كداخل شبكة رابطة إنجاد اللي كتنسق حتى مجموعة ديال الجمعيات تحت لواء نساء متضامنات، كنتواجدوا ديريكتومون في تسعود ديال المدن المغربيه من خلال لي سونتر ديكوت ديالنا. عندنا سونتر ديبرجمون كنسقوا دي سونتر ديكوت ديال النساء المتضامنات لي رابور دو فيولونس ديالنا الاخر اللي كان غير في المده قصيره اللي كانت مثلا اخر رابور اللي كان من المدة ديال يناير 2019 حتى يونيو 2021، كان ان رابور اللي خرج لنا ما يقارب 8012 الحالة ديال العنف. هادي كنهضر على إمكانياتنا كمجتمع مدني، وما كنغطيو غير مجموعة ديال لي سونتر وطنيين ديال الرابطة إنجاد وديال شبكة نساء متضامنات. كيف إلا كنا بإمكانياتنا كمجتمع مدني كنطلقوا هاد العدد من الحالات في مدة ما كتجاوز 6 شهور، يعني أن الواقع المجموع ديال الحالات اللي كاينين في الواقع هو كبير بزاف. اليوم النساء المغربيات كاملين معرضات أنهم يعيشوا على الأقل مرة واحدة في حياتهم، ولا نسبة كبيرة منهم باش ما نعممش، على الأقل مرة واحدة في حياتهم المظهر من مظاهر العنف. عالميا كنتحدثوا على 70% من النساء عاشوا على الأقل مرة واحدة في حياتهم تحطوا في وضعية ديال العنف. في المغرب العنف عندنا كياخذ مجموعه ديال الاشكال، بمعنى كاين العنف النفسي اللي هو عام وكاين لي بورسونتاج ديالو كبار بزاف، كاين عنف جنسي، كاين عنف قانوني، كاين عنف سياسي اللي لاحظناه تنمام في الانتخابات الاخيره، كاين عنف الكتروني اللي ولينا كنشوفوه غادي كيتزاد، كاين عنف جسدي اللي كنعرفوا كاملين، وكاين عنف اقتصادي واجتماعي خاصه اللي بدينا كنلاحظوا انه بدا كيتنمى عندنا في المغرب، وجات لاكريز ديال الكوفيد من الايام اللي كانت فيها الازمه الصحيه وزادت من اكثر، وتبعيات ديالو على النساء ولات كبيره وواضحه اكثر. انا بالنسبه للعنف القانوني، احنا لاحظنا مثلا
أن كاين مجموعة ديال النساء عندهم مشاكل في الوصول لعدل العدالة، كاين مشكل ديال مجموعة ديال القوانين كيف ما تحدثتي اللي ما كتوصفش النساء، نوطامون القوانين المتعلقة بالنسب، بالولاية القانونية، بمجموعة ديال المظاهر التمييزية اللي كاينين داخل مدونات الأسرة، وكذلك مجموعة من المظاهر من المواد التمييزية اللي كاينين داخل القانون الجنائي. الخطر كذلك اللي كنتحدثوا على الوضعية القانونية للنساء وعلى الفصول والقوانين اللي لازالت ذكورية وتمييزية ضد النساء، هي أننا اليوم ولينا كنشوفوا أن مجموعة ديال المحاكم ولات كتعطينا قرارات وكتحكم بأحكام اللي ما متواجداش عندنا في القانون. فمثلا نعطي العنف الاغتصاب الزوجي هو مظهر من مظاهر العنف اللي ما عندناش لا في 103.13 وغير معترف به كعنف في القانون المغربي، وهذا حاجة اللي هي تمييزية، علما أن عندنا جوج أحكام مؤخرة من جوج محاكم مختلفة اللي قررت أن الاغتصاب الزوجي ثابت. فملي كتولي عندنا هاد السلطة التحكيمية القاضي كبيرة بزاف، كنبقاو عرضة للتطلمو، واش القاضي أو القاضية عنده فكر مساواتي حامل القيم ديال المساواة وغيحكم لي بأحكام اللي غضرب لي في القوانين التمييزية اللي عندنا بحال اللي طرى في هذه الأحكام الأخيرة اللي كتتعلق بالاغتصاب الزوجي، أو لا في حالة فرق من اللي كنطيح أمام قاضي أو قاضية اللي عندهم كذلك فكر تمييزي، فكيتم التجاوز ديال حتى القوانين التمييزية اللي عندنا وكتعطينا أحكام أكثر تمييزية اللي كذلك كنلاحظوهم في الحالات ديال النساء اللي كتجي عندنا المراكز السينا. الحملة الأممية ديال 16 يوم ديال الأكتيفيزم هي 16 يوم اللي المجتمع المدني ديال حقوق الإنسان عامة وخاصة المجتمع المدني النسائي كيركز الأنشطة ديالو في هاد 16 يوم، كيدير عدد ديال الأنشطة اللي هي كبيرة بزاف، وفي نفس الوقت كيدير أنشطة خاصة بالعنف المبني على النوع. كتم في هاد 16 يوم ديال الاكتيفيزم كيكون الحراك بزاف وكتكون لا فيزيبيليتي، يعني الرؤية ديال العنف المبني على النوع ضد النساء والفتيات كتكون فيزيبل اكثر، يعني انها كتخرج للضوء وكيتعبأ لها كذلك الاعلام، دونك نوتامون انها كتولي اولويه في الاعلام، كيتعبأ لها المجتمع، وما كتبقاش عندنا شي حاجه اللي غنبقاو نسمعوها مره واحده نهار واحد وما غنبقاش نعاودو نسمعوها، ولكن كنبداو نسمعوها في هذيك 16 يوم كل نهار. كتكون انفيزيبيليتي، يعني عندنا مباني اللي كيوليو باللون الأمامي ديال 16 يوم ديال الاكتيفيزم اللي هو لورانج، ولكن احنا مثلا كفيدرالية اللون اللي كنختاروا لهاد 16 يوم داكتيفيزم هو الموف، لان من العنف اللي موجود عندنا اللي بدا كيظهر عندنا اكثر واكثر في المغرب واللي كان موجود واللي لحد الساعه غير معترف به هو قتل النساء. اليوم الفيمينيسيد متواجد عندنا في المغرب، عندنا حالات اللي وقفنا عليهم ديال الفيمينيسيد، الآن احنا في مرحلة ديال الترافع من أجل تغيير ديال المدونة وديال الكود بينال، وكنتمنى أن الجهود ديالنا تعطي نتيجة، وكنتمنى كذلك أن المجتمع المدني كامل والشعب المغربي يقدر يساندنا في هذا الحراك من أجل تغيير ديال الترسانة القانونية.